اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب وحط اللايك مع احلى حلويات واحلى جاتوهات واحلى فكره بقى جاتني، والله مش عارفه هي جاتني ازاي، بس طبعا لان الطيور لقيتها بتهدر كميه علف فظيعه، وانا صراحه ما جبت لهمش دول العلافه، لان ان شاء الله زي ما انتم عارفين ان انا بجهز بطاريه واحاول اعمل فيها اماكن للعلف وخط النبل والميه والكلام ده كله، فانا مش عايزه اجيب حاجه اركنها يعني، قلت ده حل مؤقت كده. طبعا لقيتهم مدولين الفرشه تحتهم، رحت جبت شويه تبن كده ونضفت البلاستيكيه وغسلتها، حطيت شويه تبن والميه طبعا رفعتها زي ما انتم شايفين، لان طبعا شايفين كميه التبن قد ايه، انا لو حطها على التبن على طول كنت هتلاقوا بصوا ما فيش ميه، كان هيبقى تبن على طول. طبعا العلبه دي كانت عندي كده طبعا بصوا باي حاجه سخنه كده سخنتها وعملت فتحات زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، يعني بصوا عايزه اقول لكم بصوا بيدخلوا دماغهم ياخدوا العلفايه وبياكلوا، يعني شايفين بصوا العلف من جوه، هي دي الفكره اللي انا عاملاها. البتاعه دي كانت عندي هرميها، اي حاجه سخنه عندي سخنتها وبقيت اعمل فتحات كده اللي هي تدخل راس الكتكوت وحطيتها له، حتى لو عملوا بتبي كده شايفين البتبي من فوق مش على العلف، يعني العلف هيفضل نظيف. اه بس نوزعه لهم كده، وعايزه اقول لكم ان انا قلت اشوف التجربه ديت، عايزه اقول لكم ان هم اللهم بارك، يعني بصوا انا لسه حاطه لهم حالا، فلقيت ما شاء الله البعض منهم ناصح جدا وعمال يدخل دماغه. بصوا بصوا الصغنون ده، بصوا اوعى انت بقى كده اهو طلع فوق اهو، بصوا بيدخلوا دماغهم ياكلوا وبعدين يطلعوا بقى، بصوا يعني ما شاء الله شايفه ان الفكره تمام وهيحافظوا على العلف لحد ما ربنا يشوف السمانه هناك ايه. بصوا دخل دماغها كده تاكل وعادي والدنيا تمام وزي الفل، اي حاجه كده نمشي نفسنا لحد ما نظبط امورنا ونشغل بطاريتنا ونجهز احوالنا كده. والفراخ اهي ما شاء الله اللهم بارك برده مدخله جوزها كده وبتاكل اهي ما شاء الله، يعني كده الدنيا تمام والفكره تمام وزي الفل. شايفين انا مش عارفه دول واقفين فوق، هم واقفين يعني فوق فكرهم ان هم شايفين العلف هيعرفوا ياكلوا من فوق، بس للاسف مش عارفين. اهو بصوا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الفكره اهي قدامكم اللهم بارك، عجباني جدا جدا صراحه يعني ما شاء الله. بصوا بياكلوا والدنيا تمام، يعني بصوا حاسه ان الدايره تمام يعني بالظبط ظبط وربط عليهم كده، الكتاكيت قادره ان هي تاكل والسمان برضو الدنيا تمام والحمد لله وزي الفل، وحافظنا على العلف. خلي بالكم يا جماعه لو اي حد مربي كتاكيت صغيره او اي دوره فراخ، لو هتعرفوا اليومين الجايين تجيبوا بس شوال كده ولا اتنين تركنوهم، لان في تعويم الفتره الجايه والاسعار هترتفع، العلافه والرز والمكرونات والاسعار والدهب والحاجات دي كلها يعني، فالله يقدر يجيب ويركن عنده يجيب ويركن عنده وربنا يوسع على الجميع. دي حلوياتنا وجاتوهاتنا. طبعا البط اللي كان معاهم كان قلب الدنيا كان قلب الدنيا، انا عايزه اقول لكم لو كنت شفتوا الفرشه اللي انا كنت حاطاها لهم يعني البط صراحه مش عايز اي مكان زي كده، البط عايز مكان تحتيه يكون متهوي كده، يعني ما فيش فضلات تنزل منه تحتيه ولا ميه، عايز شبكه كده تحتيه عشان الدنيا تبقى تمام. طلعناه امبارح وشفتوه معايا في فيديو امبارح. بس كده طبعا اطمنا على الحلويات ديت وهنطلع برده نكمل روتيننا من فوق، بس عايزه اقول لكم ان في مفاجاه حلوه قوي النهارده داخل الفقاسه. بصوا انا هفتح سريعا كده سريعا 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 بسرعه 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 هتشوفوا المفاجاه الحلوه ديت. دي كانت حاجه كده حاطينها تجربه او تيست كده للفقاسه لنوع البيض دوت، فهنشوفها مع بعض دلوقتي وهنكمل الروتين من على السطح. اعدل بس الادراج بتاع البيض زي ما انتم شايفين كده عشان اقدر اوريكم. المفروض ان انت لو عندك فقاسه ما تفتحهاش وهي شغاله، لازم تفصلي الباور الاول، بس انا سريعا بس كده عشان يكون في اضاءه وتشوفوا. طبعا الوزه العسوله الاموره اللي انتوا شايفينها دي الوزه، شفت انا قلت لكم المفاجاه قبل ما اكلمكم، العسل دوت الكتكوت دوت ده وز. البيضه دي كنا حاطينها تيست كده البيضه كانت من يوم 30/9، فالحمد لله ولله الحمد زي ما انتوا شايفين كده ادي بيض الوز معانا، لان كان في حد في سوق الحد بيسالني بيقول لي بيض الوز بيخرج عندك، لان يا ندى احنا ودينا لفقاسات كتير جدا في المدن اللي جنبينا وللاسف السنه اللي فاتت خسرنا بيض الوز بتاعنا كله وما خرجش، ورنوا علينا قالوا البيض باظ اهو، يعني الحمد لله هي لسه خارجه ما شاء الله
اللهم بارك. بصوا دي حاجه زي العسل كده، ودي مفاجاه حلوه النهارده ما شاء الله. انا نفسي فرحت بيها جدا جدا، انا كنت حاطاها ونسياها. عايزه اقول لكم ان هي لحد النهارده كانت فوق في الادراج، انا سامعه صوت صوصوه وقلبت البيض كله، يعني مش قادره اقول لكم. انا فرحت جدا بيها قوي، وقعدت ادور لحد ما لقيتها نقره كده ما شاء الله، وموسعه جامد وتخرج من البيضه. رحت منزلاها تحت ما شاء الله، خرجت اهي عرقها ينشف كده ان شاء الله، ونديها لصاحبتها. كانت تجربه كده. وعندنا البيض ده اللهم بارك يومين او ثلاث ايام بالظبط كده ويخرج، فان شاء الله اول ما يخرج هنوريه لكم. في ايه يا عم الحاج مش عايز تخش ليه؟ يلا الحمد لله. عايزه اقول لكم ان دول ما لهمش لازمه، انا هشيلهم بس في وقت تاني بقى كده، لان الفاسه عملت لنا انذار. انا كنت حاطاهم بس عشان ما فيش اي حاجه تخرج من هنا تقع في حوض الميه، بس انا النهارده عملت حته السلك ديت حطيتها وغطيت بيها حوض الميه كده زي ما انتم شايفين، عشان اتفادى ان اي كتكوت حتى لو نسوه زي ما انا انسيت الكتكوت دوت، حتى لو خرج في قلب الادراج فوق ووقع ما يقعش في حوض الميه. ففأس البيضه بتاع الوز دي النهارده هو اللي اداني الفكره ديت ان انا اعملها بسرعه، وبالفعل الحمد لله عملتها والحمد لله. عندنا ما شاء الله ادي دفعه بيض وز، وادي دي دفعه بيض بط ان شاء الله برضو اسبوع كده ولا حاجه تخرج معانا. وهنا رومي على فراخ، وتحت ده برضو دفعه جديده للبط ما شاء الله اللهم بارك. هبدا خروجه وتهويه البيض ورشه من بكره بمشيئه الرحمن. وادي دفعه البيض اللي هتخرج معانا باذن الله. نقفل بسرعه فقستنا، وتدعوا لي ربنا يبارك لي كده ان شاء الله نرجع درج الادراج مكانها اهو. الناس اللي خايفه والله العظيم بتسالني على نوع فقاسه، انا شايفه ان النوع دوت نوع ممتاز جدا وحاجه نظيفه ما شاء الله اللهم بارك. ودينا مع بعض وشفنا من اول دوره دخلت فيها، يعني ما شاء الله اللهم بارك، طلعت لنا الكتاكيت، طلعت لنا البط، طلعت لنا الرومي، طلعت لنا السمان، طلعت لنا الوز اللهم بارك، يعني مش ناقص غير النعام. وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحاول ندور على بيض نعام او اسر للنعام كده لو ربنا كرمنا ووسع رزقنا، يعني ان شاء الله ما تنتظروهاش قريب، يعني هي حاجه في دماغي بس بعيده، لان انتوا عارفين النعام بيبقى غالي جدا، الاسر بتبقى، انا لو جبت اسره واحده هتكلفني جدا جدا جدا. فقبل كده يعني لازم نعمل احتياطاتنا ونظبط امورنا، وربنا يوسع علينا ويوسع مشروعنا اللهم امين. كده وصلت معاكم لنهايه الروتين من هنا، يلا حطوا اللايك لو وصلتوا معايا لحد هنا، واشتركوا في القناه لو اول مره تشتركوا فيها، وتعالوا بينا نكمل الروتين بتاعنا من عند باقي طيورنا. بسم الله، واللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا عايزه اقول لكم ان النهارده فيديو النهارده مليان مفاجات حلوه قوي قوي، واول مفاجاه انتوا طبعا عرفتوها ان فأس بيض الوز عندنا الحمد لله ولله الحمد تم بمشيئه الرحمن زي ما شفتوا في بدايه الفيديو. وكمان عندنا البط النهارده اللهم بارك. انتوا زي ما انتوا عارفين ان عندي نتايه واحده بس اللي بتبيض، عندي النتايه اللي بره دي اللي على الحرف هي دي اللي بتبيض، اما اللهم بارك قست الاثنين دول دلوقتي، النتايه اللي في النص على بيضه طريه، والنتايه الثانيه فاتحه الثلاث صوابع يعني برده هتبيض بعد دي مثلا بيومين ثلاثه كده ما شاء الله، يعني اللهم بارك. اخبار حلوه قوي 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 النهارده. ارفعوا لنا الفيديو ده بقى باللايكات، وشيروا لاصحابكم بقى وزمايلكم وقرايبكم عشان يدعوا لنا دعوه حلوه في الكومنتات اللهم امين. طبعا عندنا الوز الكبير هنا، كل ما اطلع ثواني بس كده نقفل هنا. النتايه البيضه اللي كانت هنا كل ما اطلع بقالي يومين كده، هي طبعا بدت امبارح. هم اللهم بارك، او مش عارفه اتكلم، اللهم بارك النتايتين بدول امبارح بالطين. فالنتايه اللي هي كانت بيضه بيضه واحده اللي قدام حضراتكم ديت، هي ما شاء الله اللهم بارك بشرت بالبيض، وبدت لي اول بيضه امبارح وعليها بمشيئه الرحمن بيضه لبكره، يعني انا قستها عليها البيضه ما شاء الله هتبيضها بكره. لقيت النتايه الثانيه رقدالي طبعا كسره البيضه اللي انا كنت بصوا معلمينها وكاتبين عليها، كسرها مش موجوده لان هي عايزه ترقد تقريبا، والنتايتين بيتخانقوا على المكان ده. قستها لقيت ما فيش عليها بيض لبكره، رحت مطلعاها بره، سبت مع الذكر النتايه دي لان هي دي الوحيده الان اللي بتبيض. تمام، تعالوا نطلع بره عشان هو ايه متعصب ومش طايقنا. اي طبعا اي، حتى لو تلاحظوا الريش في رجليها اهي، فهي عايزه ترقد، يبقى هي كده خلصت بيض ومش هتبيض تاني.
فقلت لا، بدل ما اسيبها واشغل بيها الذكر بتاعي، وكمان هي عايزه ترقد. ايه ده، فين تاير بتعرق كده؟ حاسه ان التايل، ايوه هي دي، حاسه بتعرق كده مش عارفه ليه. اي النتايه دي حاسه بتعرق. اي رجليها بتتحركي. طيب ما علينا، حاسه تعبانه شويه تقريبا كده، ذكر البط قام عليهم لان هم 5 ولاية من غير راجل. المهم ما علينا، كده عندي النتايه السوداء والنتايه البيضاء كده خلاص شطبوا بيض. كده ما عندناش غير النتايه اللي جوه هي اللي بتبيض. انا عايزه اقول لكم ان انا واخده بالي ان في نتايه تانية دماغها متاكله كده من فوق، اللي هي اللي جنبيها اللي جنب البيضه اهي، الصبايه عليها ديت. مش عارفه بقى، فانا عايزه مع اني فرستهم. ايه رايكم نقيس اللي هناك دي، نشوفها، اتاكد بس اشوف دي ذكر ولا نتايه، لان هي دماغها متاكله. معقوله هي دماغها متاكله كده من ساعه ما الذكر التاني كان موجود، ولا في ذكر فيهم؟ فهاكد دلوقتي الكشف عليهم وهرجع لكم. بس قبل ما اعمل اي حاجه، طبعا اي بيض بنلاقيه زي ما انتم شايفين حفاظا على سلامته نشيله. وعايزه اقول لكم ان طبعا الحمام اللي مات، عايزه اقول لكم ان في حمامه تاني ماتت امبارح وللاسف، بس ما رضيتش اصورها معاكم ولا اقول لكم. في فرخه من هنا لو تراجعوا الفيديوهات القديمه اللي ظهر فيها الفراخ ديت، في ما شاء الله اللهم بارك فرخه كبيره زي اللي في الوش ديت، فهي ماتت امبارح. انا ما رضيتش ازعلكم ولا اوريها لكم، خدتها للدكتور حللها كده وفحصالي وشاف ايه سبب الوفاه، لان زي ما انتم شايفين ما فيش اي اعراض عليهم خالص. فهفحص الوز وهرجع لكم اتكلم معاكم على الادويه والكلام اللي الدكتور قاله لي. طبعا عايزه اقول لكم ان هم تم الفحص، طبعا هم كلهم نتايات، بس اللي دماغهم متاكله دول تقريبا من ساعه ما الذكر القديم كان معاهم، او طبعا ذكر البط، لان طبعا ما فيش ذكر حاليا بره. تمام، تعالوا بقى اقول لكم. طبعا الحمام الدكتور قال لي عليه اهي، ناخد العلاج ونوريكم. بس اجيب الاكل للحمام الاول ونخش عند الحمام ونشوف الدكتور قال عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهارده عشان الشمس عامله شعاع كده، حاسه ان انتم مش شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عايزه اقول لكم الحمامه اللي انتوا شفتوها وماتت حمامه تاني، والحمام كبير وشغال، انا ما عنديش زغاليل غير الزغلولين دول، وبما ان الحمام كده مريح في فتره قلش فقلت لا مش هودي الاثنين في مكان واحد، كده كده خلوهم يتغذوا كويس عشان مش هذبحهم بمشيئه الرحمن، دول هسيبهم تربيه ليه. فالمهم لما حمامه تاني ماتت والحمام كبير، انا خدت الحمامه الحمامتين مع الفرخه وديتهم للدكتور، شرحهم لي، قال لي الحمامه عنده حاجه اسمها كنكر، فطبعا علاجه ايه، اداني اللهم صل وسلم وبارك، بصوا اداني الاربع برشامات دول، قال لي الحمامه اللي تلاقيها تعبانه قوي وتركنت على جنب كده اديها البرشامه دي، دي للظروف يعني، الحمامه اللي تلاقيها تعبانه قوي ما لقيتيش. اداني طبعا كيسين البودره دول اهو، اداني كيسين البودره دول، ده تقريبا زي مضاد حيوي كده نوعين على بعض اهو، اداني كيسين البودره دول مع كف 3، وقال لي حطي سنتي وربع معلقه وربع معلقه على لتر ميه، الثلاثه حطيهم مع بعض. تمام، يعني اداني الكيسين دول وكف 3، قال لي حطي الثلاثة مع بعض. تمام، فكده بالنسبة للحمام كده تمام، الدنيا تمام بالنسبة للحمام. انا طبعا بقيت احط مية قليل زي ما انتوا شايفين كده عشان يستفيدوا بالعلاج، ما تبقاش الدنيا يعني متدهولة كده، لان انا بطلع احط الصبح واخر النهار عشان تبقى المية قدامهم نظيفة. تعالوا بقى ننتقل للفراخ، وعايزة اقول لكم ان هي دي الصدمة بقى، يعني هي دي الصدمة
في المرض اللي قال لي موجود عند الفراق، مع ان مفيش اي اعراض ظهر عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، والله ما صلى وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين الفراخ مفيش اي اعراض عليها خالص خالص خالص، بدليل ان هو لما بيشرحها لقى في الحصوله بتاعتها. لو تفتكروا من 3 ايام كده كنت خرطت لهم بصل، مش عارفه كنت معاكم من خلال الفيديو ولا بعد ما قفلت مش فاكره. فهو قال لي انا مستغرب ازاي هي واكله بصل وانت بترفعي المناعه بتاعتهم وحاجات طبيعيه في البيت ويحصل كده. قلت له والله حتى ما فيش اي اعراض ظهرت عليهم خالص. فالمهم ايه اللي عندها؟ قال لي كانسر. كانسر؟ كانسر ده هو بيجي للطيور؟ قال لي اه الفراخ عندها كانسر. طب منين؟ إيه؟ قال لي هو لو جه البني ادم حد بيقول منين؟ هي حاجه قضاء وقدر كده، يعني حاجه من عند ربنا. قلت طب ده ملوش علاج؟ قال لي للاسف ملوش علاج. بقول له طب يعني حتى الدكتور ضحك عليا، فبقول له طب البني ادمين وبيدوها كيماوي، اما طب الفراخ طيب يعني نوديها معهد الاورام ولا ولا نديها كيماوي ولا نعمل؟ قال لي للاسف ملهاش علاج. المهم قلت له يعني ملهاش علاج خالص؟ قال لي للاسف يا ام نور ملهاش علاج. قلت له طيب خلاص انا عايزه رفع المناعه ليهم. فجبت الازازه دي تقريبا السنتي بجنيه، دي 20 سنتي تقريبا. قلت له عايزه رفع مناعه، قلت احط لهم في الميه ادام ملهاش علاج احط رفع مناعه واعمل اللي عليا. وطبعا قال لي انت لو ليكي، قال لي انت عايز لهم؟ قلت له طبعا انا عايز لهم، بقالي اسبوع تقريبا ولا 10 ايام لوحدهم في قلب العشه، لان هما كانوا سايبين بره مع الطيور، واول ما لقيت الجو بدا يبقى هوا والجو يبقى ساقعه فصراحه خفت عليهم جدا، رحت مدخلاهم وحجزاهم لوحدهم. قال لي خلاص استمري على كده، خليهم في العشه لوحدهم وحطي رفع المناعه اللي خدتيه وحطي اكلك وشربك عادي والدنيا تمام، لو ليكي نصيب فيهم هيعيشوا، مالكيش ده قضاء وقدر. الحمد لله يعني، وانا راضيه باي حاجه، فان الحمد لله كده. بالنسبه للفراخ والحمام، تعالوا بقى نشوف البط والفراخ الصغيره بتاعتنا، لان زي ما انتم عارفين ان احنا خارج عندنا بط اللي انا وريته لكم في فيديو امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا البطيه ديت اللي كانت مع البط اللي جوه، تمام، اللي هي ما بتكبرش دي اهي، دي اللي كانت مع البط اللي جوه هوريه لكم دلوقتي. جبتها معاهم قلت يعني هو الحجم قريب، يمكن ايه ربنا ينفخ في صورتها لو اتحطت معاهم كده. فطبعا قلت له انا عندي بط خارج، وصراحه ما جبتلوش اي تحصينه ولا اي فيتامينات ولا مضاد حيوي ولا اي حاجه خالص. قال لي ريحي دماغك من المضاد الحيوي والفيتامينات، واداني الكيس ده. الكيس ده زي ما انتم شايفين هو ب 35 جنيه، مرسوم عليه البصل والثوم وفي حاجه زي ما تقولوا مش عارفه كمون، وفي عشبه كده تقريبا بقدونس كرفس حاجه زي كده مش عارفه. بصوا اللي هم النوعين دول، يا شعير يا كمون مش عارفه. فالمهم الكيس ده ب 35 جنيه. قال لي ده رافع مناعه وفاتح للشهيه، وبيدي معاكي وزن كمان للحم، وبيساعد على لو حاجه مثلا حطيتها لها بيحفزها للبيض بسرعه. فقال لي الكيس ده تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم ان انا لما فتحته، تعالى اوريكم عشان انا حطيت لهم منه، ولا نجيب العلف ونحط شويه على العلف. انا صراحه حطيت في الميه، يعني انا نسيت اساله يتحط في الميه ولا مع العلف، فانا حطيت لهم في الميه صراحه امبارح والنهارده. تعالى هفضلكم بس شويه بره كده على العلف عشان تشوفوه، عامل زي البصل والثوم البودر وريحته كلها ثوم وبصل، من يعني زي اللي احنا بنطبخ بيه. بصوا يعني لو تجيبوا الحاجات دي سايبه اهو، بصوا المسحوق بتاعهم اهو، ثوم بودر بصل بودر. وعايزه اقول لكم كمان لو تلاحظوا، مين ناصح بقى اللي هيقول لي ايه في حاجه موجوده فيها، في حاجه موجوده فيها تصدقوا مكتوبه ورا، اي هقول لكم من كانت موجوده ولا لا. ف حديد مش مكتوبه، يا تصدقوا مش مكتوب، هو طلع زعتر على فكره، طلع زعتر. لو تلاحظوا بصوا تاخدوا بالكم ان في حبات خشنه كده من الخميره، حساها كده مش عارفه ليه، بس هي التركيبه مش مكتوب فيها خميره خالص، يعني ثوم وزعتر وبصل انجنيز
وحديد، يعني ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ عايز اقول لكم ان هو تحفه تحفه تحفه. انا كنت هقول لكم هاتوا منه بودر، يعني هاتوا منه بودر، لو تقدروا تجيبوا البصل والثوم والزعتر والحاجات ديت بودر، هاتوا حطوا بودر. عايز اقول لكم ان الكيس 50 جرام و35 جنيه، وفي شويه حاجات تحفه. بصوا يعني حاجات عسل عسل، يعني بصي انت اقري اللي فوق اهو، رافع مناعه، فاتح للشهيه، مهضم، محافظ للنمو، انتاج اللحم والبيض، يعني ما شاء الله اللهم بارك، حاجه تحفه كده. هاتوه خدوا سكرين وهاتوا اي حاجه عندكم، فراخ، كتاكيت، بط، اي حاجه صغيره زي كده عايزاها تشد حيلها بسرعه وتدي معاكي وزن، لان للاسف للاسف شركات بدون ذكر اسماء، شركات العلف الفتره اللي احنا فيها دي مع غلاء المكونات والاسعار، في حاجه حمرا كده شفتها، لا ده هو غلاء الاسعار اليومين دول والمكونات، فهم بداوا يقلوا في الخامات والتركيبه بتاع العلف نفسه. يعني البروتين اللي انت بتروحي تجيبيه العلف السوبر الناعم 23% اللي هو اللي قدام حضراتكم دوت، ده علف سوبر ناعم 23% ايا كان الشركه، فالمفروض ان البروتين اللي فيه المفروض يكون 23%، فللاسف ما بيبقاش 23%، ده هي مسميات، يعني التركيز بتاعها قل. فانت حاولوا تساعدوا بحاجه زي كده، قطعي يا ست شريحتين بصل، قشري ثوم، اطحنيه في الخلاط، قشري ثوم، الناس الحاجات اللي انت بترميها استفيدي بيها. اللهم صل وسلم وبارك. كده هوريكم بقى البط، ناخد العلف عشان نختم معاكم الفيديو من هناك. طبعا انا حاطه لهم اكل بيت، مش هحط صراحه اي حاجه دلوقتي لان هم صراحه قاعدين ينقنقوا في الحاجه كده وشبعانين، فمش هحط اي حاجه دلوقتي ليهم غير لما يفوقوا عشان ياكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس الصغننه اللي كانت معدومه ما شاء الله اللهم بارك، ادي حجمهم الله اكبر، يعني لو كانوا فضلوا في السلاكه لحد دلوقتي ما كانوش هيوصلوا للوزن ده. انت عماله تقول يا ندى البطاريات والسلاكات تربيه افضل واحسن وانضف بكتير، ما هو لما يكون المكان واسع على الحاجه، يعني مش عند ضيقه زي كده راح احط فيها اربع بطاط الحجم ده وتقول ده انا ده قالت السلكات افضل، لا يعني برضو السلكات افضل في مكان واسع، يعني حجم البطاريه يكون مناسب لعدد الطيور اللي انت هتحطيها. الفرخه دي عايزه اقول لكم ان هي برضو لسه بتعرج، يعني انا حاسه ان هي رجلها كانت مكسوره. عايزه اقول لكم ان انا بدات ادخل لهم عيش مدشوش، حبة علف بس ياكلوهم، وبعد كده بحط عيش مدشوش. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله اللهم بارك. انا كده بقى مش هصور معاكم حاجه تاني، لان ما شاء الله وصلنا للدقيقه 15 وتحت عند الكتاكيت اللي تحت وعند الحلويات اللي تحت تقريبا من 7 ل 8 دقائق كده، فعشان الفيديو ما يطولش جدا جدا عليكم بشكركم جدا جدا لو وصلتوا معايا لحد هنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.